حياكم الله في كل مكان سادتي المشاهدين، حلقة جديدة من استوديو العاصمة. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نناقش واحد من الملفات التي دائما ما تتكرر، وهو غياب الثقة بين مختلف الأطراف السياسية. الحديث هنا عن قضية يفترض أنها تكون خاضعة لمعايير بعيدة عن ذلك المعيار الذي يتحدث به أهل السياسة، لكن الأمور في العراق تختلط دائما في النوايا الحزبية والرغبات السياسية. أزمة التسليح دائما ما تكون حاضرة على لسان أهل القرار، والحديث هنا عن جملة من التقاطعات والخلافات السياسية إذا ما أردنا نتحدث عن المشهد منذ بداية 2003 وإلى الآن، فأطراف سياسية تشكك في النوايا إذا ما أردنا نتحدث عن الرغبة في التسليح. والحديث هنا مثلا ابتداء عن تسليح الجيش العراقي في سنوات مضت، فهناك أطراف سياسية كثيرة أبدت الامتعاض والتخوف من أن يكون هناك عمل متقدم ومتطور في قضية تسليح الجيش العراقي، وصولا إلى ملفات أخرى كثيرة تتعلق في تطوير القدرات العسكرية لعناوين متعددة، على اعتبار أننا في العراق نمتلك عناوين عسكرية كثيرة ومختلفة ومتعددة. تسليح قوات البيشمركة فتح بابا جديدا من الصراع وعودة إلى مفهوم غياب الثقة بين الأطراف السياسية. السيد الحلبوسي بدأ مبكرا في الحديث عن تلك المدافع التي وصلت إلى إقليم كردستان، وهو يتحدث عن القلق والخوف من استثمار هذه الأسلحة يوما ما في مناطق النزاع، والحديث هنا عن المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان وجهات أخرى، والحديث هنا عن مادة دستورية معطلة منذ سنوات. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نبحث هذا الملف، كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة تكون فيها القوى السياسية قد وصلت إلى حالة من النضج في التعامل مع هذه الملفات المهمة والحساسة، وما الذي يمنع أن يكون هناك عمل على تطوير القدرات العسكرية سواء كان لقوات البيشمركة أو باقي صنوف القوات الأمنية طالما هي تعمل ضمن منظومة واحدة وضمن راية واحدة. والحديث هنا عن تطوير القدرات العسكرية العراقية، لماذا هذا الخوف إذا ما أردنا نتحدث عن حالة القلق التي يتحدث بها البعض؟ هذه الأسلحة هل من الممكن أن تستخدم سياسيا؟ وإذا ما أردنا نتحدث عن هذا الأمر فهو وارد وممكن، لكن في المقابل كيف يمكن أن يكون هناك عمل حقيقي ومدروس على منع حالة الخوف والقلق ابتداء ومنع استخدام هذه الأسلحة إلا بحالة واحدة وإلا لسبب واحد، وهو الدفاع عن الوطن؟ المنظومة السياسية هل وصلت إلى حالة تكاملية تمكنها من العمل بشكل واحد في مسألة تطوير القدرات العسكرية العراقية، أم أنها إلى اليوم تخشى البعض وتقلق من إمكانية أن يكون هناك عمل على تطوير القدرات العسكرية؟ وكيف يمكن أن يكون هناك عمل حقيقي على إنهاء هذه الحالة، على اعتبار أننا نعيش في منطقة فيها الكثير من الصراع، فيها الكثير من الخلاف، وبالتالي يجب أن يكون هناك عمل حقيقي ومدروس على تطوير القدرات العسكرية العراقية؟ أحييكم سادة المشاهدين، نناقش هذا الملف في استوديو العاصمة لهذه الليلة مع ضيوفي عن ائتلاف دولة القانون السيد عبد الرحمن الجزائري والسياسي المستقل الأستاذ علاء الكرخي، وسيكون معنا أيضا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور ريبين سلام أرتي. كونوا معنا. أحييكم من جديد سادتي المشاهدين، وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، ورحب بهم الأستاذ عبد الرحمن الجزائري، كل الترحيب بحضرتك سيد عبد الرحمن، الأستاذ علاء الكرخي رحب بجنابك، وأيضا عبر سكايب من إقليم كردستان الدكتور ريبين سلام آرتي، كل الترحيب للدكتور ريبين حالما يكون جاهز معنا. وليبدأ الحديث منكم أستاذ عبد الرحمن، الغريب والمستغرب أن الاعتراض بدأ من السيد الحلبوسي هنا إذا ما أردنا نتحدث عن قصة التسليح بين بغداد وإقليم كردستان، فالقصة طويلة تمتد لسنوات من غياب الثقة، لكن الغريب هذه المرة أن الاعتراض صدر من المنظومة السياسية السنية في حين أن الإطار صوته لم يكن عاليا في مسألة الأسلحة التي وصلت إلى إقليم كردستان. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أنقل التحية لقناتكم الكريمة قناة سامراء الفضائية وجمهورهم، حياك، وإلى ضيوفك الكرام عبر السكايب وفي الاستديو. وأعتقد بالتالي ليس الاعتراض فقط من يعني
جزء من المكون السني او الحلبوسي بما يتزع عموما تقدم، بل اعتقد هنالك لدي الان وثائق ساعلنها لكم بان هنالك اعتراف كبير من السيد النائب ياسر وتوت عضو اللجنة الأمنية، وأيضا اليوم انطيني قيادات استاذ عبد الرحمن، مع كل الاحترام للسادة والذوات النواب، نائب انطيني زعيم كتلة نائب سياسية شيعية. نعم سعود الساعدي، خلي كاميرتكم تفتح اليوم، أرسل اليوم. أنا أقصد على قيادات تحالف الدولة. أنت تحدثت لي عن شيعة، أنا تحدثت لك الآن عن السيد. هذه وثيقة، هذه وثيقة اليوم من السيد النائب، خلي يعرضها جناب تلفزيون شو اسمه الشاشة مالتكم. واضحة التصريحات، واضحة. إلى السيد وزير الدفاع المحترم اعتراف كامل، رئيس كتلة هذا بالتالي زين، وعنده نواب وبالتالي. خليني أسألك، ليش الاعتراف قوة عسكرية رسمية؟ يعني الاعتراف ضمن الأطر الدستورية. أكو مفاصل بالتالي. أولاً إذا نتحدث عن المدافع 105 المتطورة بالتالي زين، يعني طبعا هي قديمة بالتالي فنيا، وبالتالي عمل عليها تطوير عسكري وتحدثوا بالإخوان العسكريين وتحدثنا احنا في أغلب القنوات. من الجانب السياسي أولا الوقت غير مناسب طبعا، ولا يوجد. شنو علاقة الجانب السياسي بالجانب العسكري؟ لا الوضع متوتر بالعراق أولا. اليوم تصريحات الإخوان الإقليم مع المركز غير متوافقة، عندنا مشاكل، عندنا مشاكل بالتالي. انت تجي تسلح لي، ايش العلاقه في افضل حالات الصلاه؟ لا استاذ علي، لا تقول لي ليش حالات، انت المن في افضل حالات مدافع تاخذها اليوم ومكان ما تنطيها لاخواننا القوات اللي المتمثله بالبيشمركه المتمثله بالدفاع عن منطقه الاقليم زي. بالتالي تنطيهم مدافع يعني عيار 105 بالتالي 24 مدفع متطور ليزري حراري بتقنية عالية، وبالتالي ما تنطي وزارة الدفاع المتمثلة بوزير الدفاع، وبالتالي هذه وزارة اليوم تشمل الكل. هذا جانب المهم. هسه مو جانب وزارة الدفاع تدافع عن الموضوع، يقول لك قوات البشمركة قوات وطنية، قوات وطنية ومنشكب ولاها للوطن، بس لا تسلح بهذا التسليح، هذا تسليح ثقيل، تسلح بسلاح خفيف لا بأس. بس هذا الجانب الاول. اثنين، احنا عندنا الاقليم تعرض لهواي هجمات، ما شفنا دور البيشمركه بصوره واضحه حقيقه. يعني بالتالي يعني انت اليوم عندك اعتداءات من تركيا، وين موقف البيشمركه؟ يعني انا اريد اشوف وزير الدفاع اللي دافع عن البيشمركه. نعم ما عنده سلاح. لا مو موضوع سلاح، لا ما عنده، القضيه ما لها علاقه بالسلاح. وحتى هذا يمنع السلاح الخبير العسكري البيشمركه وزير الدفاع البيشمركه استاذ علي لو اكملت الفكره عفوا، يمنع دخول قوات الحشد الشعبي وقوات وزارة الدفاع والداخلية المتمثلة بالاتحادية والعمليات المشتركة، وبالتالي هذا يشكل خطر. بالتالي القضية لا نلوم السيد الحلبوسي بأنه يأخذ مأخذ على الإخوان في الإقليم. هنالك اليوم اعتراضات من قيادات ونواب عراقيين اليوم متمثلة ما بين الطائفة الشيعية والطائفة السنية. شو يكون موقف مثلا أو بيان من السيد العامري، من الشيخ الخزعلي، من السيد عمار الحكيم؟ شنو اللي يمنع نواب الموقف؟ بالتالي ليش تدعي الزعامات؟ ليش بتدعي النواب المتمثلين بالشعب؟ السيد سعود الساعدي مثلا، يعني انا تحدثت لك اقول لك السيد النائب ياسر وتوت اليوم اعلن وتغريدته واضحه انه لا نقبل زين، وهذا امر مستغربين له يعني حقيقه. بعدين شنو هالوقت الحرج هذا؟ ها احنا عندنا مشاكل ويا الولايات المتحده الامريكيه، عندنا حرب لا تسمح لخارجيه اليوم، والعراق مشارك، لا تقول لي مو مشارك بها اليوم بالدعم لغزه ودعم لحزب الله والدعم في المنطقه بالتالي، وقضيه الامه العربيه هذه. انت تجي تقول لي هسه انا جاي اسلح البيشمركه، ها المنطقه الجبليه بمدافع 24؟ جيد، هسه هذه راح اناقشها استاذ عبد الرحمن، لكن خلينا نبدا الحديث مع الاستاذ علاء. ارحب بجنابك استاذ علاء. الحديث عن تسليح قوات البيشمركه، الاستاذ عبد الرحمن الان يشوف الامر سياسيا الوقت غير مناسب، وهل يمكن ان نربط بين الوضع السياسي وملف تسليح اي قوه امنيه عراقيه؟ شكرا جزيلا، وتحيه لحضرتك وضيوفك ومشاهدينا الكرام. الكل مجمع بانه القضيه اكو ربط، يعني خل اسميه واضح، بين العمل السياسي والعمل العسكري. بالعراق اصبحت المنظومه السياسيه تتحكم في كل شيء. اذا بالتالي القرارات اللي تصدر من المنظومه السياسيه هي ليست ببعيدة عن أي توجه عسكري قادم إن صح التعبير. وهذا شنو خطورته؟ الملاحظ أنه القوة السياسية الآن أمام أزمة مركبة، هذه الأزمة المركبة بالتالي ستنعكس على خارطة انتخابات قادمة. يعني
أنا ما أستغرب حقيقة وما أشوف الشيء يعني بالتصريح السيد الحلبوسي، على اعتبار هو أشار في معرض حديثه أنه قضية المادة 140 على اعتبار المادة 140 هي مناطق متنازع عليها، فبالتالي هم الأخوة في البارتي هم مو بعيدين مثلا عن تلك المناطق. خلينا نتكلم بشكل أوضح، أنه يؤخذ بنظر الاعتبار يعني توجهات الإقليم بالمرحلة المقبلة، يؤخذ بنظر الاعتبار يعني العلاقة السياسية الآن الموجودة بين البارتي تحديدا وبين القوى السياسية الآن الموجودة. يعني السيد الحلبوسي ربما في حساباته السياسية وأن سبعد الشخصية أنه مآلات أو ما حدث في مجلس النواب من اختيار أو تعطيل الاختيار رئيس مجلس النواب، بالتالي هاي أيضا لعبة دور. إذن القضية مو قضية مدفع يخوفني أو ما يخوفني، لا، القضية سياسية بحتة 100%. يعني هذا التصريح والاعتراض هو يرتبط بجوانب سياسية بالتأكيد، لأنه بالعادة وأثاروها أكثر من طرف سياسي بأنه كان لهم دور بتعطيل اختيار رئيس برلمان، كان لهم دور كذلك ب يعني ماكو تنسيق عالي للحد اللي يمررون مسائل سياسية قد ترضي تقدم بالمراحل السابقة أو اللاحق. فبالتالي من حق السيد الحلبوسي أن يتخذ نوعا ما إجراء هو يعتقد يعني يأمنه بالمرحلة المقبلة، لكن تقول لي ما راح يصير تواصل بالمرحلة المقبلة، لا، العمل السياسي يعني يخبرنا بأنه لا قطيعة في العمل السياسي. لكن ردة الفعل الكردية كانت قوية جدا تجاه السيد الحلبوسي. أنا أقول على مستوى تصريح رئاسة الإقليم، على مستوى تصريح السيد هوشيار زيباري، نعم، ردة فعل قوية. الأخوة بالديمقراطي الكردستاني أيضا ربما يأخذهم الجانب العاطفي نوعا ما، يعني التصريح بالعادة يعني ينظر إلى بالتفاصيل مو ينظر إلى بالشكل العام. يعني هو الآن من يتكلم هو مباشرة حسب على نقل أنه انتقل من هالجانب السني اللي كان يفترض الآن يوحد البيت السياسي بشكل يفضي إلى يعني تجديد حالة منافسة بالانتخابات القادمة، إلى انحسب الآن هو طرف على الإطار، وبالتالي من انحسب طرف على الإطار إذن مآلات الإطار السابقة مع البارتي انعكست أيضا على سيد الحلبوسي. لكن من نبدي ننظر الأمر بمنظار آخر، لا، أني أشوف التصريحات هي غير مربكة للعمل. يعني الآن من نستعرض الخارطة السياسية الآن موجودة ونية السيد الحلبوسي الدخول المرحلة المقبلة انتخابيا، يعني خلص السيد السوداني هو مدى يعمل بالضد من التوجه السياسي اللي موجود، يعني بالتالي أيضا ينظر للحال بالمصلحة. البارتي أو البيشمركة هو دستوريا منظومة لها ما لها وعليها ما عليها، إذا يتبنى الدستور كل الحصانة. هذا الأمر أستاذ علاء، قضية تمت وفق السياقات الرسمية ووزارة الدفاع تدافع عن هذا الموضوع، في المقابل نسمع إلى تصريحات سياسية تعترض وتمتعض. هذه المعادلة شنو تأثيرها على الوضع العام؟ والله تأثيرها كبير، بالتالي يعني يفترض الآن أكو ضبط يصير بالحديث. يعني وزارة الدفاع من سمحت بالصفقة هي ما راح تخلق فتنة كبيرة جدا، لأن على اعتبار بأنه البيشمركة هم جزء من عده، لكن المشكلة احنا بما أنه أمام مرحلة انتخابية قادمة وقريبة جدا من أي توجه سياسي، يصير خلق لفرص منافسة، فرص صراع، وبالتالي الشطارة هنا من يستثمر. يعني الآن قدر الحلبوسي أن يخلق قضية رأي عام، يعني لو يداركها أصحاب العقول. يعني أنا أجيك على السؤال اللي سألته الأستاذ عبد الرحمن، أنه ليش ما علقوا صقور الإطار؟ يعني هي القضية بالتالي لو تم تعليق بالشكل اللي تداول بالإعلام، لا، المسألة أصبحت أكبر. أكو ملفات عالقة بين البارتي وبين الإطار، أكو ملفات عالقة، يعني لا سويت دستوريا ولا سويت انتخابيا. الوقت مناسب بالنسبة للسيد الحلبوسي جدا مناسب، لأنه هو بالمعادلة من بعد ما خرج من رئاسة البرلمان يجد بأنه إذا ما يصير حراك داخل تقدم بشكل الخاص وداخل على أقل تقدير البيت المنافس له وبيت السن المنافس له كقوة سياسية منافسة له، يعني حالة تحجيم وتحييد. حتى انتقل للدكتور ربيعي، بالنهاية أنت ترى أنه الاعتراض ما نابع من خوف
أبدا، أو قلق مثلا على المناطق المتنازع عليها من أبدا لا، القضية مجرد أنه إثبات وجود بالمراحل القادمة. تمام أستاذ علاء، خليني أرحب بالدكتور ريبين سلام آرتي، ورحب بحضرتك دكتور ريبين. في الدقائق اللي مضت كنا نتحدث عن ملف التسليح، والأستاذ عبد الرحمن الجزائري تحدث عن أن الوقت غير مناسب من باب الاعتراض، وأن الأمر فيه مشكلة كبيرة. لماذا دائما ملف التسليح سواء كان لقوات البيشمركة أو لأي جهة أمنية عراقية يتحول إلى حالة من الخلاف والجدل السياسي دكتور ريبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي لجناب الأستاذ علي ولي ضيفك الكريمين وكافة المشاهدين. والله لأنه المسألة تكمن في يعني عدم وجود الثقة المتبادلة، وعدم ارتياح الجهات السياسية بالأول، لأنه هذه المواقف السياسية ينعكس سلبا أو إيجابا على الجهات العسكرية أيضا. والعراق لأنه دولة واحدة وفيها أربعة جيش، يعني فيها الجيش العراقي، فيها بيشمركة، فيها الحشد الشعبي، فيها حشد العشائري. هذه من الناحية المعترف بها يعني، والمش معترف بها، فيها ميليشيات لا يعد ولا يحصى. فدولة واحدة بأربعة جيوش من المتوقع ومن من الواقع بأننا نفكر بأن يكون هناك هذه المخاوف، ولكن يجب أن يبرز هذه المخاوف من سوابق هذه الجيوش أو هذه القوات العسكرية. جيد دكتور، لا هو قبل ذلك أنت ليش صنفت أربع جيوش دكتور ريبين؟ ليش صنفت أربع جيوش؟ بالنهاية البيشمركة جزء من تشكيلات وزارة الدفاع العراقية، الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية وأيضا خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي هي كلها عناوين مختلفة لكن تقع في مسار وفي طبيعة عمل واحدة. لا، في دول العالم فيها هكذا، يعني هكذا توزيع، إنها توزيع غير طبيعي بالنسبة للقوات العسكرية، وتعود إلى التكوين الغير طبيعي لدولة مثل العراق، وتكوينه ليس بإرادة سكانه تمت بعد حرب العالمية الأولى. يعني لم يسأل المكونات الموجودة في العراق عن الدولة، عن الشكل، عن نظام الذي يريدونه أن يحكمه. فطريقة ولادة العراق ولادة قسطرية ومش طبيعية، يعني تمت ولادة هذه الدولة ولم تنجح لحد يومنا هذا. نحن تراكمت المشاكل أكثر من 100 سنة، وأصبحت ما أصبحنا، يعني أصبح عليه الحال في العراق. يوجد فيها ثلاثة مكونات رئيسية موزعة على جهتين أو فقرتين مزدوجتين متضادتين عايشين مع بعضهم البعض، المكون السني والشيعي والكردي، وفي داخل كل مكون فيها ازدواجية متضادة. المتماثلة في البيت السني موزعة إلى طرفين، الكرد موزعة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، الإخوان الشيعة موزعة بين الصدريين وبين الإطاريين. فهذا هذه التوزيعات المتضادة الموجودة الذي يضم المكونات الثلاثة العراقية أدت إلى هذه المخاوف التي طرحتها. ولكن يجب أن ننظر إلى سابقة هذه القوات. هل جيش البيشمركة يوم من الأيام هاجم على شبر واحد أو متر واحد من أراضي ناس آخرين؟ أو كان في جميع المراحل المعارك الذي خاضها البيشمركة كان في موضع الدفاع؟ وهذا السلاح للدفاع أستاذ علي، تمام، سلاح دفاعي، لماذا يؤدي إلى مخاوف لجهة أخرى؟ وأيضا هذه المسألة تمت في 4/8، يعني مرت عليها شهر ونص، لماذا الآن يتم تحريكها إذا المكنة السياسية لا تقوم بهذا التحريك؟ من وجهة نظرك دكتور ريبين، هذه راح أناقشها مع الدكتور مع الأستاذ عبد الرحمن، لكن ما الذي دفع السيد الحلبوسي للحديث بهذه الطريقة؟ هل هي رغبات ونوايا سياسية أم شعور بالخوف من إمكانية أن تستخدم هذه الأسلحة على الأقل في المناطق المتنازع عليها؟ لماذا يتم في مناطق متنازع عليها استخدام هذا السلاح الذي يوجد فيها 3/4 كرد؟ والناس اللي يبدو مخاوفهم الآن موجودين في أربيل، نحن وإخواننا العرب ما موجودين، مكونين يتكونوا أكثر من 25% من أهالي أربيل الآن. لماذا نؤويهم الآن ونضربهم بعدين
بمدافع متطورة، هذا لمخاوف غير صحيحة. وبالنسبة للتوقيت والسقف الزمني، عندما كان هذا التسليم لهذه الأسلحة أمام أعين الجميع وبخطابات رسمية لوزارة البشمركة والسادة الرؤساء الفرق لمسؤولي الفرق العسكرية في حكومة الاتحاد أمام أعين الجميع وأمام كاميرات، تم تسليمها في 4/8 الماضية. لماذا هذا الأسبوع تم تحريك هذه الملفات؟ جيد دكتور ريبين، خلينا أطرح هذه التساؤلات اللي ذكرتها. مسألة سياسية 100%. واضحة، خليني مع الأستاذ عبد الرحمن. إذا تساؤل طرح الدكتور ريبين وهو يتحدث هو متى استخدمت الأسلحة التي تمتلكها قوات البيشمركة في الهجوم على الأراضي العراقية، هذا واحد. الأسلحة في النهاية هي أسلحة دفاعية، وكل ما يحدث هو جزء من حالة الصراع السياسي. وأريد أسألك سؤال أيضا، هو لو افترضنا جدلا القضية معكوسة أن هناك محاولة لتطوير القدرات العسكرية لقوات الحشد الشعبي، شنو موقفكم هنا إذا سمحتوا نفس الموقف والتصريح؟ يعني ما راح تقول هذه قوات عراقيه ولازم نسلحها؟ لا بالعكس، هو شوف مو العمليه عمليه تصريح السيد الحلبوسي يؤخذ يعني بعمل سياسي او ما يعني تطرقوا له الاخوان يعني استاذ علاء واستاذ ريبين، لا انا اعتقد لا، الموضوع طبيعي. كل عراقي اليوم اكو علامه استغراب، لماذا استغراب بقضيه تسليح اليوم البيشمركه؟ هذا الجانب الاول. الجانب الثاني هو تطرق الى انه البيشمركه هل في يوم من الايام تعرضت الى القوة العسكرية المتمثلة بالدفاع والحشد الشعبي؟ نعم تعرضت. نعم طيب مجال انا اوضح لك. هاجم يعني؟ اسمح لي استاذ ريبين، انت انا وياك قبل ساعتين طالعين يقول لك هاجم. لا لا مو هاجم، لا لا ما عندي هجوم وياك، انا اتحدث بالحقائق ادله. اذا اي حديث ما بي دليل انت رد عليه. تفضل. في حكومة السيد العبادي اعطيني مجال خليه يكمل. خليه كمل الفكرة، انا ما قاطعتك. هو بالتالي تفضل انت اسمع الفكرة بالتالي. تفضل. في حكومة السيد العبادي البيشمركة القوة العسكرية المتمثلة بالإقليم رفعت على كل دوائر محافظة كركوك وأنزلت العلم العراقي، وإحنا في حالة داعش وفي حالة اليوم الشعب العراقي متوتر ومناطق حقيقة متنازع عليها وما مثبتين المادة 140، وتوغلت البيشمركة بعجلاتها صورة وصوت عندي بهذا الموضوع. ولولا تدخل الحشد الشعبي والسيد وزير الدفاع في وقتها والسيد رئيس الوزراء وبالمنادات من سحبت البيشمركة من محافظة كركوك، وكان لربما تكون تصدي قوي مو بين قيادات البيشمركة وقيادات الجيش العراقي. هذا التاريخ يعوده، وأنا اليوم من أتحدث لك أكو خطورة من السيد الحلبوسي أو لجنة الأمن والدفاع أو السيد مسعود الساعدي من يتحدث لك بوثيقة لوزير الدفاع يوم 21 الوثيقة، وهذه عندي مؤرخة إلى وزير الدفاع، وهنالك راح تصير عمليات استجواب لقضية تسليح البيشمركة. ليش استجواب؟ طبعا استجواب. استجواب لمن؟ استجواب لقادة العسكريين إلى عملية تصريح من أدخل هذه الأسلحة، المبررات لتسليح البيشمركة في هذا الوقت، لماذا لم يكون المدفع العيار 105 دفاعي، تسليح دفاعي هو دفاعي. ما عندنا حرب حبيبي، ما عندنا حرب، وإذا عندنا حرب فوزارة الدفاع موجودة والحشد موجود ووزارة الداخلية موجودة والقائد العام للقوات المسلحة، والبيشمركة جزء من تشكيلات وزارة الدفاع. البيشمركة اسمح لي يا حبيبي، أنا ما أعترض أنه سلحة، لكن لا تسلحها بالسلاح الثقيل، هذا السلاح المن، لازم تعطيني مبررات. انت انطي مو الي، للشعب العراقي بالتالي، انطي القيادات الامنيه اللي معترضه. خمو الموضوع تحولونه سياسي انه السيد الحلبوسي لانه لما ما صوتوا للشس الكرد النواب الكرد مثل ما يدعون. يعني طبعا هسه انا سمعته من احد اللقاءات احد الاخوان يقول لا، لانه السيد الحلبوسي خسر المعركه في الجوله الثانيه في البرلمان وبالتالي اليوم القوى الشيعية ما عندها رغبة في تطوير القدرات العسكرية للحشد الشعبي. أستاذ عبد الرحمن، القوى السياسية الشيعية ما عندها رغبة في تطوير القدرات العسكرية للحشد الشعبي؟ ما تقدر. شنو اللي يمنعها؟ ما تقدر. هذه القضية مرتبطة بالقائد العام. والبيشمركة عندها مدفعية بعيدة المدى 40 كيلو، منين 40 كيلو الحشد؟ ما عنده الحشد. الحشد عنده عجلات وسلاح خفي. ما عنده. أقول لك الدرون عنده. نعم مو دكتور ريبين ما عرضوا درونات وعرض العضلات والدبابات
سووا شو عسكري في هاي دبابات عراقية مو مستقلة، دبابات عراقية. لعد ما عندك سلاح البيشمرق ايضا سلاح عراقي؟ ودرونات. لا البيشمرق يا اخي هسه جزء من المنظومة العسكرية ما مختلف وياك، لكن لو ترجع للدستور ما يحق ان تسلحها بالسلاح الثقيل. سلاح ثقيل اي نص، ما ممكن اي نص دستوري قال لا لا استاذي استاذي ما خلاني استاذ علي يعني لقناتهم الكريمه نعرض لك اليوم تفاصيل هذا التسليح، مو هذه وثائق لا الدستور. لا واقول لك شنو الماده الدستوريه اللي تمنع التسليح؟ هذه هي اي فقره؟ نعم باي فقره دستوريه تقول بيشمرقة لا ما لازم يسلح او لا ما لازم يملك جزء، لكن ما تسلح بهذا السلاح ما يصير يا استاذي. انا احكي لك من فقرات قانونيه مو امور فنيه، احكي لك هذا السلاح يعني السلاح المتطور الليزري، هي طبعا مدفعيه قديمه لكن طورت وبالتالي عطى. ليش القاده القبل السيد السوداني ما وافقوا السيد مصطفى؟ وليش السوداني وافق لازم عادل المهدي؟ لا 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 على هذا التاخير. لا 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 اولا هن كانوا بالعراقيه، لا لا استاذ ربيع الحكومه العراقيه والقاده العسكريين يجب ان يحاسبوا ماذا منذ 2017 لم يتم تسليم هذه الأسلحة المرسلة من قبل قوات التحالف إلى البيشمركة. فالمحاسبة يجب أن يكون لهذا التأخير أصلاً. هذا كان المحاسب اللي أخر. يجب أن يحاسب الرؤساء. ما من حقك تحاسب أحد أنت. أنت المحاسب الآن. يعني لماذا لم يصل هذا المحاسب؟ من وقع على هذه الصفقة؟ ليش يحاسب؟ أمام الشعب العراقي. ليش يحاسب؟ يجب أن يحاسب على التأخير. انت ما عندك اليوم طيب لماذا ما عندك خطوه؟ ليش تقوم بالبيشمركه يا اخي؟ لماذا هذا الخطوه من البيشمركه؟ واضحه واضحه استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن، دكتور ربيع، هذا طبعا ما دكتور ربيع، استاذ عبد الرحمن، دكتور ربيع، دقيقه استاذ عبد الرحمن، دكتور ربيع، استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن، انا اتحدث وياك دقيقه دكتور عبد الرحمن، ما افهم دكتور ربيع، دقيقه 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 استاذ عبد الرحمن، استاذ عبد الرحمن، هذه الطريقه ما راح نوصل نتيجه. دقيقه دقيقه انا راح اسالك على عمليه الحساب وراح اسالك ايضا عن الاسباب اللي يتحدث فيها الدكتور ربيع في أنه يجب أن يحاسب الذي أخر أو عطل وصول هذه الأسلحة. رؤساء الوزراء العراقيين. جيد هو راح أتحدث فيها، لكن خليني أستاذ علاء نتحدث عن أربع جيوش، تحدث قبل قليل الدكتور ربيل وهو يتحدث، والآن ممثل الخطاب الشيعي لديه خوف وقلق من هذا السلاح، سنيا أيضا هناك خوف وقلق، وبالتالي حتى لو كانت القضية معكوسة سيكون هناك ربما اعتراض سياسي كردي في تسليح جيش من هذه الجيوش الأربعة اللي صنفها الدكتور ربيل. كيف يمكن أن يكون هناك عمل عراقي على بناء منظومة عسكرية قوية دفاعية بوجود هذا الخلاف وغياب الثقة بين أطراف السياسي؟ وإحنا من ذكرنا القضية السياسية، يعني شوف بالعادة ما كان من الصعب توقع أصبح من السهل تفسيره. كل هذه اللي دا يصير هي قضية، هو ذكر الجناب الأستاذ قال للقضية قضية ثقة. لو كانت الثقة متبادلة بين الأطراف السياسية بمجملها دخل يسلحون براجمات ما عندك مشكلة وياهم، ليش؟ لأن أكو ثقة موجودة. طيب أريد نسأل سؤال، أنه رئيس الوزراء القبل السيد السوداني والقبله هو ما وافق، هل ما وافق هو خوفا من ردة فعل البيشمركة لو أكو حساب سياسي بالموضوع؟ نسأل. زين. الثاني انه السيد الحلبوسي من ابدا تخوفه وتخوفه مبرر، لانه الاحداث اللي مضت وايام داعش ربما صدرت بعض التصرفات الغير منضبطه من البيشمركه خلت الحسابات السياسيه تاخذ بالمجرى المنطقي وبالتالي انعكست على القاع. هل السيد الحلبوسي وحده متضرر مثلا اذا البيشمركه لا قدر الله وصلت الامور الى حد غير منطقي وبداوا مثلا يستخدمون هاي الاسلحه وفق منظور او وفق المنطق الان اللي دا يصير، انه السيد الحلبوسي وحده هو المتضرر من كركوك او دياله او صلاح الدين او المناطق المحاذيه؟ لا بالعكس، اكو اهلنا الشيعه موجودين والسنه موجودين وهو مثل ما ذكر اكو كراد ايضا موجودين. بالتالي المدفع هنا أنا صار سلاح ذو حدين، يستخدم سياسيا في حال الحاجة ويستخدم لا قدر الله في حال الاختلاف، لكن أنا ما أجد أنه معناته كل منظومتنا العسكرية هي خاضعة للصراع والمزاج السياسي.
بالضبط، هو هذا اللي نقصه. اذا احنا ما سوينا امرنا سياسيا لا بين بالاروقه الخاصه ولا داخل قبه البرلمان، فانعكس بالتالي على اي رده فعل قد يراها البعض هي بالضد. لكن لو نجد يعني هل اخطا السيد السوداني بتسليم البيش مارجا؟ الاستاذ عبد الرحمن يقول لازم يحاسب. هو استاذ عبد الرحمن وجهه نظر مقبوله، يعني هي مو مرفوضه، لانه هذا التخوف وارد، لانه اكو اثر قديم هو اللي يخلينا نحسب الحساب. لكن السيد السوداني هل من اجل انتخابات قادمه ربما غامر بهذا الموضوع؟ شنو يعني اللي بيقدمه الى هذا الامر انتخابيا؟ فيه منفعه انتخابيه؟ ليش تستبعده؟ تحالف مستقبلي؟ ما استبعد بالضبط، بالتالي ما يطمح. ها بالمناسبه يعني احنا تناسينا العامل الامريكي بالموضوع. احنا تناسيناه. يفترض الان ان ينحط الفاعل الدولي، نقول له ليش بهاي الفتره مثلا، وليش كانت وقفه، وليش مررت، وشنو فرضا الضغوطات اذا افترضنا في السيناريو اللي مورست على اقل تقدير على السيد السوداني، لو فرضنا اكو ضرور اكو ضغط باتجاه التسليم. لكن اذا القضيه بهالاريحيه والسيد السوداني يزود البيشمركة على اعتبار هم على اعتبار، خلينا نقول على اعتبار انه المرحله اللي فاتت الاقليم تعرض الى ضربات كثيره ومتعدده بطائرات الدرون وعمليات قصف. وبالتالي الوضع الان يتطلب ان هذا ايضا وحده من الات او وسائل الردع. يعني انت الاقليم، يعني انصح ما اقوله، انا اعتقد انه الاقليم هو العمق السوقي، يعني القوة السياسية الآن الموجودة في بغداد، لأنه العمق السوقي بالعادة، شوف مع احترامنا للاتحاد الوطني، البارتي هو مو فقط حزب سياسي، البارتي أنا أعتقد هو حزب محوري مركزي، يعني يمتلك من الأدوات والفعاليات داخليا وخارجيا. علاقة الإطار ترى من تأسيس العملية السياسية داخل العراق، ترى السيد مسعود البرزاني إلا تأثير إيجابي يعني بهذا الموضوع. لكن المشكلة وين؟ هذه الإيقاعات الغير منضبطة اللي تصدر من البعض على مستوى سلوك سياسي أو سلوك ميداني، بالتالي قد يجبر الاتحاد أو عفوا البارتي أن يتخذ إجراءات يجدها من وجهة نظره يعني تحميه. لكن أنا أعتقد بأنه ما زلت مؤمن بأنه القضية سياسية، ما زلت مؤمن بأنه العراق أمام انتخابات، وبالتالي آلية الخارطة السياسية القادمة أو خارطة الطريق ستتبدل، وهذا اللي ينعكس. أما مسألة السيد الحلبوسي وهاي تفاصيله، فأنا أعتقد بأنه بالمراحل القادمة سيتم التوصل إلى اتفاق، على أساس هذا الاتفاق راح يبين مدى صحة التغريدة من عدمها. تمام سيد، على الجانب السياسي أيضا راح نناقشه مع حضرتك. دكتور ريبين، ثلاث نقاط ذكرها الأستاذ عبد الرحمن، خليني أتحدث فيها مع حضرتك. موضوع التجارب، هناك تجارب كثيرة حصلت فيها عملية تجاوز من قوات البيشمركة، هكذا عبر الأستاذ عبد الرحمن، وأيضا هو يتحدث عن ضرورة أن يحاسب سواء إن كان رئيس الوزراء والقيادات العسكرية الأخرى، لأنها عملت على تسريع وتسليم هذه الأسلحة، والخوف هو خوف مبرر في النهاية بالنظر لتجارب سابقة حصلت. طبعا ما سمعت بشكل واضح يعني ما تفضل به، ولكن شكرا. هذه هي خلاصة ما تحدث به. أسئلة خلاصة. أولا مسألة التجارب السابقة، إذا قصدهم 2017 عند نهاية تحرير العراق كلها من دواعش، خلوا بالمرحلة الأخيرة يتوجه تحرير الحويجة جنوب كركوك في المراحل الأخيرة لمراحل تحرير العراق من داعش. شارك البيشمركة ودفع دماء وتضحية أكثر من 1820 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى، قدمها لتحرير موصل ولتحرير مناطق أخرى، وساهم القوات الأخرى لهذه العملية، ولكن خلوا تحرير كركوك وجنوب كركوك والحويجة في المرحلة الأخيرة حتى يهاجموا على كركوك ويقوموا باحتلالها بهذه الطريقة التي تمت في 16 أكتوبر، واتفقوا في الغرف المظلمة مع الاتحاد الوطني، وسحبت 4 ألوية في الليل العاتم والظلمة، وبقى اللواءين لقوات الديمقراطي الكردستاني في الخط الأمامي الدفاعي لكركوك. فهذه العملية تمت بغصب، يعني لم يتم تنفيذ
ماذا 140 منذ 31/12/2007 كان المفروض يكون آخر يوم لتنفيذ المراحل الثلاثة، التطبيع والإحصاء والاستفتاء لكركوك، ولكن قاموا ب يعني جلب هذه القوات في نهاية الحرب مع داعش وهاجموا على كركوك بهذه الطريقة. فهذه المواجهة كانت هجوم على بيشمركة وليس البيشمركة هاجم على أحد. يعني لم يكن البيشمركة هو الطرف المهاجم، وكان في حالة الدفاع، القوات في حالة الدفاع كانت، وهذا أيضا يثبت ويؤيد في بداية اشتراكنا في برنامجك الجميل بأنه نحن في حالة الدفاع دائما البيشمركة كانت، ولم يعتدي على شبر واحد أو متر واحد لأراضي أي جهة أخرى، ليس في كردستان العراق، وإنما في سوريا، في تركيا، في إيران. الكرد هو في حالة الدفاع عن أرضه وعرضه وماله وناسه، ولم تكن أبدا في حالة الهجوم. هذا أولا. ثانيا، هذه المخاوف غير صحيحة وغير طبيعية وغير منطقية، لأنه عندما يكون هناك مخاوف على كركوك الذي يشكل فيها بعد كل هذه العملية التغيير الأنثروبولوجي وتغيير السكاني أكثر من نصفه هو من الكرد، فلماذا تخاف من منطقة موجود فيها الكرد؟ وإذا تخاف من مكونك العربي، هو العرب موجود يمنى، 25% من مكونات أربيل أصبح من العرب، فأنت مخاوف غير صحيح. وبالنسبة للمصل أيضا، المصل فيها مكونات، من جزء كبير منها من المكون الكردي. هو التوقيت يعني شلون أقصف هذا المكون اللي فيها إذا موجود فكرة العرقية كما هو موجود. دكتور ربيل، التوقيت الآن، التسليم الآن في هذه المرحلة هو مرتبط بما تعرض له الإقليم في الفترات الماضية قبل تشكيل 100% حكومة السيد السوداني. 100% نحن تعرضنا 182 مرة لهجوم دروني ولم يحرك بغداد ساكنا، وكان هناك خطاب في بغداد يصفد لهذه ويشجع هذه الهجومات ويقول موجود فيها موساد ويتم تعرض ويتم استشهاد اولاد او اطفال اقل من سنه عمرهم 11 شهر عمره يستشهد ويقول لا هذا موساد موجود فيه. ف 182 مره نحن تعرضنا الى هجوم درون وهجومات بصواريخ باليستية تعرض لها اقليم كردستان عده مرات والمطار في أربيل أيضا. وإذا يقصدون بها موساد ما موجودة الآن، هم جهاد يقولون بأنه موساد والجهاد والعملية الاستخباراتية تغيرت، موجود فيها طيارات استطلاعية، موجود في السماء الأقمار الاصطناعية، يصورون بصورة دقيقة جدا. نحن لسنا في زمن الجيمس بوند 007 لما يجي يختبي بين الأدغال والأشجار والجبال حتى يجمع المعلومات. بعدين السيد إسماعيل هنية الله يرحمه تم استشهاده وتم استهدافه في عمق دار الطهران، في عمق السكنة الخاصة بالقوات حرس السوري الإيراني. فيعني موساد موجود في عرب دارهم، ليش موجودين هنا؟ بعدين الجهات الاستخباراتية يقوم أي جهة بزرع جهات استخباراتية في دولة يكون ضده. تمام. يعني ليش أبعث مثلا الآن في العصر الماضي القريب في السبعينيات أمريكا يدز موساد لإسرائيل، يدزها اللي هو صديقة لوكان، كان يدزها لروسيا اللي هو عدوة، كان يدزها لروسيا والروسيا يدزها لأمريكا. يعني إذا إحنا فيها موساد موجودين ومختبين هنا، أولا من الناحية المرحلية والتاريخية والذكاء الاصطناعي لا يحتاجون إلى هذه العملية، هاي أولا. وثانيا، عند تعرض أولاد البيشمركة، عندما قال مسؤول الأمن القومي الأستاذ الأعرجي أجا وشاف بأم عيني هذا بيوت آمنة، لا توجد أي أثر استخباراتي وعسكري تم استهدافها، وصدر تقرير رسمي من الحكومة العراقية التابعة لكم جيد لأنه لا توجد عناصر استخباراتية. خلينا نشوف هذا الملف رجاء. هذه التفاصيل اللي ذكرتها مع الأستاذ عبد الرحمن، هذه الشيطنة لإقليم كردستان. هسه خلينا نتحدث عن القوى السياسية الشيعية. مثلا قبل الانتخابات، بعد الانتخابات بفترة، عملية شيطنة، الموساد موجود في الإقليم،
الإقليم يتآمر على العراق، لكن بعد فترة قليلة نشهد الجلوس على طاولة واحدة. ما حصل في التحالف الثلاثي مثلا شيطنة كاملة لإقليم كردستان، عندما احتاج الإطار إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني جلس مع البارتي وترك كل هذه التصريحات والمواقف، وبالتالي حتى هذا القلق والخوف الذي تتحدث عنه ينتهي عندما تتحقق مصلحتك مع الإقليم. لا، أكو نقطة أذكر بها أستاذ ريبير يعني والإخوان الشعب الكردي. عندما كانت في زمن المقبور صدام حسين تسرق سيارة عجلة عراقية، تذهب هذه العجلة وتهرب إلى المنطقة الشمالية. عندما كان يصدر أمر إلقاء القبض على نائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي كان يتلوث في المناطق الشمالية. عندما تكون جريمة في العراق للأسف الشديد لا يحتويها، ها اللي يروح للإقليم لا تتحدث لي من ينطار، أنا دا أتحدث لك بحقائق. إذا هذا الكلام مالي مو دقيق قل لي مو دقيق. أي واحد اليوم تصدر علي مذكرة أمر إلقاء القبض في الحكومة العراقية ثاني يوم يطير روح الأربيل، يقعد بأربيل معزز مكرم إلى أن يهرب إلى أوروبا. ليش؟ ماكو سيطرة بالموضوع. لأنه قرارك مو صحيح، قرارك غير عادل. ياكو مشكلة. أنت وياي بالقرار لو ضدي بالقرار، أنت شريكي بالعمل السياسي وبالوطن لو بعدك تحلم بحلم الاستقلالية، لا يزال في ذاكرتك حلم الاستقلالية. هذا مو حلم. مو حلم؟ مو حلم، هذا حلم. ما أنت سويت تصويت، ما أنت سويت أنت انعزلت من العراق. أستاذ ريبين سويت استقلال لو ما سويته. سوى شعبكم؟ قال 92% من الشعب الكردي قال نعم ننفصل. إيه؟ هو ما خسرنا احنا بالاستقلال ولا يزال هذا الحلم خسرنا؟ وبالتالي انا تريدني هسه انا ازودك بسلاح؟ انا مو نواياك مو دقيقه وياي، انت مو شريك وياي فقط بالعمل السياسي، انا اريدك شريك في العراق بارضه بمائه بكل شيء. انت دائما سياسي وياي درجه اقل. نعم بتشوفني علاقتي يعني علاقتي يكون اني اقل. ليش من حقي يكون معي سلاح؟ يعني أنا إذا شريكك أنا سياسي إذا شريكك رئاسة الجمهورية عمي إذا رئيس الجمهورية كردي شو المشكلة تطور قدراتك العسكرية؟ أنت شريكك شخصيا خطر علي يعني تعترض إذا أخوك يكون قوي؟ يقول لك خطر علي أنت دكتور ربيع تعترض إذا أخوك معه سلاح يدافع عنك؟ أنت عرفت الأخ الكبير وزارة الدفاع المتمثلة بالجيش العراقي، روح سلح الجيش العراقي بدبابات وطائرات، ما حد يعترض من المواطنين لا كردي ولا عربي ولا سني ولا يصرح السيد الحلبوسي ولا يصلح السيد عبد الرحمن، لكن انت تجي تسلح لي الجيش القوة اللي هي جزء من المنظومة العسكرية بمدافع وهذه المدافع طويلة الأمد. هذا مو صحيح. وليش نعم هسه هذه المدافع شو تريد تسوي قدام القدرة العسكرية اللي تمتلكها باقي الصناعات؟ يعني استاذ عبد الرحمن هذا مستدعي انتم راح تحاربون من دقيقة استاذ ريبين، انتم راح تحاربون بالمستقبل. بس سؤالي هذا وصلت استاذ ريبين؟ جاوبني انت. نعم. انت بالحزب الديمقراطي وجزء. نعم. من العمليه السياسيه، انتم تحاربون بالمستقبل ايران ام تركيا ام شمال سوريا لو العراقيين؟ يلا حبيبي انت يلا. تقول دفاعيه لا جاوبني هذا المشاهدي انها سلاح دفاعي اللي يهاجم علي ادافع عن نفسي. خلص. هاي اولا سلاح دفاعي. اذا كان هذه الاسلحه موجوده عندما داعش هاجم على سنغال ما كنا امام هذه المشاكل. وعندك استاذ ريبين عندنا وزاره الدفاع ليش تقول على وزاره الدفاع؟ واضحه النقاط اللي تتحدث بها دكتور ريبين. خليك كمل الفكره ارسال عبد الرحمن تفضل. اذا كانت هذه بس ارجع لي لهذه النقطه، مصلحتكم من تتحقق تتركون كل هذا الحديث. ما عندنا مصلحة، احنا شركاء بالوطن. لا ليش مو كان موساد؟ لا دقيقة استاذ عبد الرحمن، قبل تشكيل حكومة السيد السوداني الإقليم يعمل ضد مصالح العراق، الموساد يعمل في الإقليم، الإقليم يتآمر على العراق. نعم. بشكل مباشر على طاولة واحدة وشكلت الحكومة كلها راحت كلها نسيتوها. بالتالي هذا حديث سياسي ينتهي عند تحقيق المصالح. استاذ 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 علي، أولا القبة التشريعية المتمثلة اليوم من كل نواب العراق المتمثلة بالشعب العراقي ليس لديها، حتى الشعب العراقي كرد عرب سنة ليس لديهم ضغينة في الإقليم أبدا، ولكن قرارات الإقليم دائما قرارات خارجية. الثق بالإقليم؟ آني؟ يثق بي إذا كانت نوايا صافية. أنت الآن الثق بي؟ أنا كسيد عبد الرحمن. نعم. لو كتيار القسم الوطني أنت كسياسي بشخصك الآن تثق في الإقليم بحركة؟ لا. ليش؟ لا ليش؟ ما أثق بي، عنده نوايا وياي مو تمام وهي الشعب العراقي. شنو هي النوايا؟ يا أخي مؤسس ولا قلت لك شنو هي؟ يا معود إحنا كانت قلت لك سيارة تنسرق مندور عليها ما نلقاها بالبصرة نلقاها بأربيل. هاي من زمن الباعث.
وهسه من زمن البائد وهسه لا انت حضرتك مثالك تقول من زمن البائد طبعا من زمن وهسه ايضا موجوده هسه ايضا موجود انتم هسه ايضا موجود انتم انتم الان ايضا السوار ايضا كانوا بجبال كردستان في هذه العقده اذا مو جبال كردستان كانوا بالاهواز حسان السؤال اللي سالته لك خليني اخذ من وقت الاستاذ علي لا دكتور ريبين انت تثق في القوى السياسيه الشيعيه؟ انا لا اخاف منهم ولا عندي موقف طبعا. عندما يتسلح حاشد الشعبي جيش العراقي ولا بينت بهذا العداء والله استاذ ريبي ما تخلوا الحشد الشعبي يدخل هسه دخلت تخلي الحشد الشعبي هسه يرجع تركيا اللي 40 كيلو طافه مالكي سيد مالكي بعظم لسانه قال اني استملك واشتري هذه طيارات اف 16 حتى اضرب بها اقليم كردستان بهذا اعترضنا الان يوميا يتم توزيع الاسلحه ولا احنا لا دقيقه من اللي قال يضرب البيشمركه من ولا نخاف منهم من اللي قال في زمن تزويد العراق بهذه الطيارات اف 16 في زمن المالكي مستحيل زمن سيد المالكي لا بالعكس ابدا لا على اساس البيشمركه بس اسمح لي جزء من المنظومه العسكريه ولكن تسليحه غير قانوني هسه هو جاوبك قال لك انا عندي ثقه بيك وأوافق على تسليحك أنت ليش مثق؟ أبارك لك على أي نوع من السلاح لا يا أخي أنت هسه تتقبل وهذا السلاح مو منك أنتم ما تعترضون السلاح من التحالف الدولي جايني أنت كامش إيدك عليه زين واضح هذه دكتور ريبين أنا ما بقى عندي كثير من الوقت خلوني مع الأستاذ علاء هذه الأسلحة في النهاية بغض النظر عن العناوين سواء كان للحشد الشعبي للبيشمركة على اعتبار الآن نتحدث عن بيشمركة وحشد أصبحت هذه معادلة حاضرة وحتى في المناطق المتنازع عليها هل هو سلاح يأتي لرغبة حقيقية ضمن معايير فنية لتطوير القدرات العسكرية لو لا هذا السلاح سواء كان في الجبهة اليمين أو في الجبهة اليسار هو يتعلق في نوايا وخطط مستقبلية لهذا الطرف أو ذاك اللي ذكرت اثنينهن أعتقد وارد لكن بالأصل أنه أنا ما أعتقد بأنه الحشد الشعبي أنه يمتلك الرغبة بالمستقبل أن يهاجم ولا بنفس الوقت البيشمركة يمتلكون الرغبة والقدرة على الصد القضية محصورة بخيارات عدة الخيار الأول بأنه واللي ذكرته جنابك بمجرد ما تلتقي المصالح لا درون الطير ولا قذيفة الطير تمام فالقضية واضحة لكن لا قدر الله ان اختلفت المصالح ربما يصير العكس الجهة المتضررة ربما اللي صايرة بالنص بين المطرقة والسندان هم المحافظات السنية اللي أشار إلها السيد الحلبوسي فيه لأن هم المكون الوحيد اللي ما يمتلك ربما للحد الأدنى يعني مع احترامنا هم أيضا عندهم قادة وعندهم لكن الحال الواضح مفروض يعني مناطق القتال أو التصادم لا قدر الله إن صارت فبالتالي الواقع بها هم المناطق المحاذية اللي هم أغلبهم سنة ولهذا يعني السنية تتحدث عن أنه منزوع السلاح ولهذا السيد الحلبوسي في بعض الأحيان يعني من دا يذكر قضايا ربما هو في فترة من الفترات اتهم من قوى شيعية بتشكيل مجامع مسلحة السيد الحلبوسي تحدث وهذا طبعا ما أعتقد صحيح لأنه لو كانت القضية كان إلا تأثير على القرار يعني بالعادة من يمتلك مو هو شو يقول الماله شون قالها المال إيش ماله خوف ماله شر ما أدري إيش قالها يعني ما تحضرني فهو لو يمتلكها هذه يعني كسلاح ربما كانت الإرادة السياسية تعاطت معه بشكل أريحي لكن ما ذكره أيضا هو ينعكس إيجابا بالمناسبة على الطرفين أولا السنة هم شركاء مثل ما الكل يعرف والكرد شركاء وأخوتنا الشيعة شركاء لكن بالتالي ليش خلقنا من هاي الشراكة يعني أزمة وأنا قلت لك أزمة مركبة مو أزمة عادية يعني هل وصل الأمر بقادة لهم ما لهم من تاريخ أن يوقفوا أمام تغريدة مثلا شنو التغريدة شنو تأثير التغريدة أي نعم بها بعد
امني وسوقي وسياسي. هو شخصيه كان رئيسا لمجلس النواب يعني مدا اقول بها بعد سياسي ولكن بالتالي من حق من يتحدث باسم المكون السني ان يبدي تخوف في هذه المرحله. السؤال هو ليش الحلبوسي متخوف؟ ليش؟ غير اكو ردات فعل غير منضبطه مثلا؟ هل الحلبوسي مؤمن بشركاء من بيت السياسي السني؟ لو كان رئيسا لمجلس النواب يصدر منه هذا الموقف؟ هو قال انا وقفت هذا الموضوع من انطرح عليه. لكن لو امن القضيه انتخابيا احتمال تمرر القضيه، لكن بشكل اكثر هدوءا. ما تعمم وتصير قضيه ريع. انا اشكرك جزيل الشكر الاستاذ علاء الكرخي والاستاذ عبد الرحمن الجزائري، شكرا جزيلا. والدكتور ريبين سلام ارتي كل الشكر لحضرتك، ودائما اشكركم انتم سادة المشاهدين على طيب وكرم المتابعه. الى اللقاء.